السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا سيد الرئيس، أعضاء الغرفة، السادة الحضور، أنا جد مسرور لتواجدي بمدينتي، مدينة مكناس اللي قريت فيها في إعدادية مولاي يوسف وثانوية مولاي إسماعيل، وكان لها الوقع الكبير على المسار المهني من بعد، ومع المسار حتى الثقافي والفكري اللي تشبعت بواحد العدد ديال المسائل في هذه المدينه الحبيبه، اللي كنطلب من الله تعالى في المستقبل ان شاء الله يكون هذا البرنامج اللي غادي نشرفوا عليه يكون فرصه باش نتمنوا هذا الموروث الثقافي ديال المدينه العتيقة لمدينة مكناس. وإلا سمحتوا قبل ما نبدا هذا العرض ديالي، بغيت نعرف شوية بمدينة بوكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس اللي كنخدم فيها منذ تقريبا 16 سنة، واللي من خلال المشوار المهني اللي خديته في الوكالة تمكنت من اكتساب واحد النوع ديال خبرة نسبية، لأن كيبقى كل شيء نسبي. عندنا اللي كان نطلب من الله أن اللي غادي نقوموا به، العمل اللي غادي نقوموا به في مكناس يكون في المستوى، ويكون يمكن أحسن لنا لما لا، لأن التجربة ديال فاس سمحت لنا بمجموعة ديال الأخطاء اللي ارتكبنا، لأن العمل كله في المشوار المهني ما يمكنش نهضروا غير على الجانب الإيجابي، بل كذلك حتى على الجانب السلبي ديال اي عمليه، وكيمكن تداركوا هذا عمل انساني ما فيه الجانب الايجابي والجانب السلبي. اذا الا سمحتوا غادي نهضر شويه على وكاله التنميه، فهي نشات في 1989 تقريبا 30 سنه هذه، وهي وكاله ستون شركه مجهوله الاسم، سوسيتي انونيم ديتا ذات راس مال ديال 45 مليون درهم، واللي كانت كتخدم اساسا في مدينه فاس، كان طابع عندها طابع جد محلي، ومن بعد مع الجهويات تطورت المساله حتى الى ان اصبحت الان عندها طابع جهوي. فهي كتعتني بالتراث الموروث وخاصه التراث المادي، حتى لا مادي كنخدموا فيه، ولكن الجانب المادي او البناء هو اللي كيمثل الجانب الاكبر في تدخل هذه الوكاله. فمن 89 تقريبا حتى 2013 تقريبا خدمات الوكاله تقريبا ما يفوق 3000 عمليه في المدينه، 3000 عمليه فيها الاغلبيه ديال العمليات اللي كانوا هي البناء المهدد بالانهيار، كانوا بعض المعالم الكبيره كدار الماكينه وواحد العدد ديال المدارس والمعالم التاريخيه المتميزه، ولكن كان الاغلب ديال التدخل ديالها كانت تدخل استدراكي. الوضع كان وضع شويه صعيب في المدينه ديال فاس، من ناحيه لان كانت هناك واحد الهشاشه ديال هشاشه اجتماعيه وهشاشه كذلك ديال الهياكل والبنايات، اذا كان واحد التدخل كنقولوا بازيك. من بعد 2013 تقريبا في 4 مارس 2013 كان هناك واحد سكون ابيل اون فرونسي ان ايفينمون، واحد ماشي واحد ليفينمون، هاد ليفينمون هو الامضاء ديال اتفاقيه الشراكه ديال مدينه مكناس في 4 مارس تحت الرعايه الساميه ديال صاحب الجلاله. هذه كانت قفزه نوعيه في المسار ديال الوكاله، لان فتحت واحد الافاق جديده في عمليه التصميم، بحيث تمضاو جوج ديال الاتفاقيات في 4 مارس، كانت وحده كتهم البناء الايل للسقوط، كانت فيها تقريبا الاهداف ديالها كانت 1729 بنايه، 1586
اللي غادي يترمم و143 للهدم. وهذو هما المكونات الاساسيه ديال هذه الاتفاقيه. والحمد لله توصلنا في وقت قياسي، بل اكثر من هذا الشيء فتنا لي زوبجيكتيف، فتنا الاهداف اللي كانت هذا، بحيث ان فتنا وصلنا تقريبا في عوض 1729 بنايه، فتنا 2200 بنايه، حيث ان مدينه فاس دابا ما كناش كنسمعوا على البناء، ما بقاوش لي زاكسيدون، ما بقاوش حوادث ديال 2009 حتى لدابا، ما وقعت حتى شي حاله وفاه في المدينه وحده اللي كانت وقعت، والسيد اللي كان هو مسؤول عليها لانه مشى قاص في هياكل ديال البنايه ديالو. اذا هذا تطور حتى هو نوعي في، وهاد الاتفاقيه حنا بالنسبه لينا كنظنوا لينا ما كناش با ايفاليو نوتر ترافاي، ما كناش حنا نقيموا راسنا، ولكن كنقولوا باني هاد العمليه دازت مزيانه الى ريوسي، نجحات في هذا. بالنسبه للمعالم الى سمحتوا، بالنسبه للغلاف المالي ديال هاد العمليه هادي كانت 330 مليون درهم، 330 مليون درهم، وكانت هي عباره عن اعانات ب 80000 درهم بالنسبه للبنايات اللي كترمم. وكانت عمليات كذلك اخرى استعجاليه كانت كتقوم بها الدوله على حسابها في اطار هذه الاتفاقيه، واللي كان مشارك في هذه الاتفاقيه هو تقريبا واحد العدد ديال الوزارات، من وزاره الاسكان، وزاره الثقافه، الجماعات المحليه، العماله الى اخره، يمكن واحد العدد ديال اللي كانوا فرقاء واللي كانوا كيمولوا هذه الاتفاقيه، المهم مولاهم طرف الوزارات. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى كانت هناك اتفاقيه اخرى ديال المعالم التاريخيه، 27 معلمه ترميم وتثمين 27 معلمه تاريخيه، فيها مدرسة الصفارين، المدرسة المحمدية، المصباحية، قصرية الكفاح، الناس الإخوان ديال فاس راهم عارفين هذا، واحد العدد ديال المآثر التاريخية والمعالم المتميزة اللي كانت في حالة كانت ما كانش تدخل، كانت غادي يمكن واحد العدد فيها كان غادي يندثر، كمدرسة السبعين اللي كانت في واحد الحالة مكرفصة بزاف. ولا المدرسه ديال السبعين، السهريج اللي حداها، واحد العدد ديال المعالم كذلك اللي كانت في مهدده. شكرا. الاتفاقيه كان الغلاف ديال المالي ديالها هو 285 مليون فاصلة 5 مليون درهم، ولكن من بعد عودي زافنو وطلعت حتى ل 365 مليون درهم تقريبا، كان واحد دي زافنو مبالغ اضافيه لتثمين المسارات السياحيه اللي كيزور فاس راه كيشوف المسارات السياحيه اللي زادت على المشروع ديال ترميم 27 معلمه. هذا بالنسبه لمدينه فاس. كذلك تدخلت الوكاله في النسيج العتيق ديال مدينه صفرو، تقريبا ما يفوق 140 منزل تم الترميم ديالو، دابا عرفت حتى هي نجاح نسبي، نجاح ماشي بالنسبه لينا ماشي نسبي، ولكن النسبيه ديالو كترتبط بالتقييم ديال الاخرين، يعني حنا كنظنوا ان هذاك المشروع ناجح. اذا دابا نمروا يمكن لاتفاقيات الاطار اللي كتعلق ببرنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لمدينة مكناس، واللي كيمتد من 2019 ل 2023. المهم في هذه الاتفاقيات نرجع شي شويه للور باش بوغ فيغ ان باراليليز، باش ندير واحد النوع ديال الموازاة بين ما اللي قمنا به واللي غادي نقوموا به. التحديد الزمني هنا جد مهم، ماشي مسألة ديال، لأن كان واحد العدد ديال الاتفاقيات كيقول لك غادي تبدا في 2015 وتكمل 2020، داكشي كدوز 10 سنين كيجي التقييم ما كاين والو. اذا هنا لي زوبجيكتيف او الاهداف
المرسومه لهذه الاتفاقيات خصها تنجز في الوقت ديالها، هذا هو اللي مهم. وكاين هذه الاتفاقيات كلها متبوعه بمحاسبه ماشي مفتشيه، كاين في وسط الاتفاقيه مضمنه في وسط الاتفاقيه، كاين هذا ان هذه الاتفاقيات غادي يكونوا موضوع مراقبه من طرف المؤسسات، مؤسسات الدوله خاصه وزاره الماليه. اذا هذا هو الاطار القانوني والمؤسساتي ديال هذه الاتفاقيه. بالنسبه للشركاء، كاين وزاره الداخليه، كاين وزاره الاوقاف، كاين وزاره اعداد التراب الوطني، كاين وزاره السياحه والنقل الجوي والصناعه التقليديه والاقتصاد الاجتماعي، هناك كذلك وزاره الشباب، وزاره الثقافه والاتصال، صندوق الحسن الثاني للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه، ولايه جهه فاس، عماله مكناس، المجلس الجهوي لفاس، مجلس عماله مكناس، المجلس الجماعي، والمجلس الجماعي المشور الستينية، كاين جوج ديال الجماعات داخلين في هذا، ووكالة التنمية كصاحب المشروع المنتدب. إذا كي قلنا هاد الاتفاقية هذه كانت جات وهي تتويج للرعاية المولوية لصاحب الجلالة نصره الله على هاد المدينة، واللي كتستحضر التوجيهات الساميه ديال صاحب الجلاله في ميدان تثمين النسيج العتيق للمدينه. لان هذا ولات كومون دي ان بروجي دو ريني، سي ان الفضاء التاريخي، ماشي مساله تكميليه بل هي مساله محوريه. لان هناك الاقتصاد دابا الاقتصاد ديال الدول كاين واحد العدد ديال الدول كيعتمدوا اساسا على الاقتصاد التراثي او سكون ابل ليكونومي دي باتريمون. اذا هو سي با دي فون بيردو، ماشي مال، لان كاين من حقهم، كاين الناس كيعتبروا ان تثمين التراث هو مساله مضويه وماشي في صلب الاقتصاد هذا. وهذا كنظن حنا جازمين ان هاد الطريقه ديال التفكير غلطه. لو بي دو بترول، النفط ديال المدن العتيقه هو التراث ديالها، وما خصناش نضيعوه، لان بزاف ديال المدن كغرناطة وكباريس كاين 57 مليون كيمشيو يشوفوا لا تور ايفل. دونك خص يفو مساله اقتصاديه، هي مساله ديال التاريخ وديال اعتبار ديال الذات، لان شي بلاد اللي ما عندهاش التاريخ راه ما عندها ما غاديش تكون في هذا. ولكن كاين اكثر من هذا الشيء، كاين التاريخ نعم، ولكن كاين كذلك استحضار الجانب الاقتصادي للمدينه وتحريك المدينه. لان بحال دابا كنشوفوا في مكناس، ما عندناش في العالم جوج ديال سهريج السواني، ولا جوج ديال الهري السواني، ولا جوج ديال البعنانيه، ولا جوج ديال، ما كاينش في العالم، كاين غير واحد، ولا سارق اسارق، الا مشيت اسارق هذا كاين واحد في العالم. يا اما غادي نحترموا داك اسارق وغنخدموا فيه مزيان، وغادي نرجعوا للتراث ديالنا ونحترموا. فاش كنقولوا نحترموا حتى بالمعايير ديال البناء، وانا ما كنهضر على الوكاله، وكنهضر كذلك على المقاولات وعلى الحس ديالنا جميع. باش يا اما غنحترموا دوك الحيوط ونمشيو نخدموهم مزيان، نمشيو بحالنا جوج الحوايج. ما كاينش دي دومي ميزور، ما كاينش نص ولا غير هذا، لان هذاك الشيء مساله تاريخيه، وكتدخل لان هذاك الشيء غادي يبقى يشهد على كيشهد على جدودنا، وغادي يشهد حتى على من بعد. ما بين هذه المساله ديال خدموا وخربقوا غير هذا، وما خص نخرجوا من هذا المنطق، لانه منطق ضيق وما ولا يشرف. اذا بالنسبه لمكناس غادي نجرد عليكم خلاصه حيت البروغرام طويل. تقريبا 800 مليون درهم تخصصات لهذا المشروع. هو كيهم قصر المنصور 130 مليون درهم، سهريج السواني ب 21 مليون درهم، هري السواني 170 مليون درهم، معلمه حبس قاره 48 مليون درهم. هذه بالنسبه للقصور والمعالم التاريخيه، هذنا اربعه.
بالنسبة للأبواب التاريخية، كاين باب المنصور، كاين باب الخميس، باب بلدعين، باب جامع الأنوار، باب الرئيس اللي كنقولوا باب الريح هذا اللي هنا في السهران، بالنسبة باب وبرج بني محمد، باب تيزيمي الصغيرة، باب الدار الكبيرة، باب الرحى، باب الجديد، باب القصدير، باب الحجر، باب المرس، باب بالريمة. بالنسبة للأسوار التاريخية، الهدف ديالنا هو ترميم 12 كيلومتر من الأسوار التاريخية. غير هاد المسألة ديال 12 كيلومتر، واخا كاين واحد النوع ديال الدراسات تبين عبر الصفقات اللي مرات الأولى، راه كاين واحد الخدمة الجهة ديال الحارسة هنا في جهة الإسماعيلية القديمة، وكاين الحيط اللي ماشي من باب الخميس لباب الرحى حتى هو كيتعاود، دابا كيتعاود، كتبين مدى صعوبة التدخل في الأسوار التاريخية ديال المكناس، لأنها عريضة وعندها واحد الخاصيات متميزة بالنسبة بحال دابا في فاس كنلقاو الأسوار كدير تقريبا 60 سنتيمتر ديال العرض، 60 80، في مكناس 2.40 متر، كاين في مكناس حيط فيه 11 متر ديال العرض في الجهة ديال باب الرحى، هذاك الحيط فيه 11 متر، كيمكنك دير فوق من نص ربع ديال دير فوق الخيانة. إذا واحد النوع ديال، وهذا واش كنقولوا على القضية ديال الخصوصية ديال المكناس، لأن المونيمونتاليزم، الجانب مونيمونتال ديال هذا ما كاينش في إفريقيا وما كاينش يمكن حتى في العالم بحال هذا الشيء، كتلقى غير عند الصين وعند واحد الدول جد كتلقى عندهم هذا النوع ديال البنايات. بعد هذا قصر المنصور سي 12000 متر كاري، قصر فيه 12000 بنية. هري السواني هذا اللي حدانا هنا فيه 32000 متر مربع. إذا وهذا كتبين مدى صعوبة التدخل في هذا المسار، لأن خص تبقى المسألة الأساسية هي تدخل بالنوعية، ماشي تدخل غير بالكم وصافي حنا صوبنا هري المنصور وصافي ولا صوبنا، خص مراعاة الجانب الكيفي ماشي غير الكم. باش نكمل، عندك الساحات التاريخية، كاين ساحات القديم وساحة ديال المشور. بالنسبة للمساجد والمدارس العتيقة، كاين مسجد للعودة، كاين المدرسة الفيلالية، المدرسة البعنانية، هادو بالنسبة للمدارس. بالنسبة للأبراج، كاين برج باب كبيش وبيبي عيشة وشريشيرة وبرج باب الناعورة. بالنسبة للسقايات التاريخية، كاين سقاية سبع عنانب، وكاين الهديم ديال الهديم، سقاية السريرية، سقاية النجارين، سقاية القرسطون، سقاية العدول، سقاية التوتة، سقاية سيدي قدور العالمي. بالنسبة لتحسين الولوج والسير بالمدينة العتيقة، كاين مرآب تحت أرضي ديال باب الرحى، اللي قدام باب الرحى، اللي أونفاس معاها، اللي فيه دابا الطاكسيات، مرآب زين العابدين. باب الرحى فيه 400 سيارة، تكون فيه 400 سيارة، ديال زين العابدين اللي أونفاس فيه 300 سيارة. بالنسبة ديال اللي قريب للغرفات الصناعة هذا اللي فيه 100 سيارة. إذا حتى هذا تدخل نوعي باش لتسهيل الولوج للمدينة، لأن المدينة بلا مرائب، دابا في فاس كاين واحد المشروع ديال المرائب اللي كتدور على المدينة، تقريبا 8 ديال المواقف السيارات. احنا بدينا هنا في مكناس بثلاثة، وإن شاء الله يكون تلقاو لي زاسيات المسائل فاش يمكن يكونوا مواقف سيارات أخرى، غادي إن شاء الله يكونوا في البرامج القادمة. وهذه المسألة مهمة، لأن هذا البرنامج اللي خص كل شيء يتضافر، ماشي برنامج ديال الوكالة ولا ديال شي مؤسسة لا محلية ولا لا، هذا مشروع ديال المدينة، خص كلنا نتضافروا باش نجحوا إن شاء الله إلا كان ممكن، خص كل شيء يتعاون باش هذا، ونتداركوا ونكونوا إيجابيين في هذا، لأن فاس في التجربة ديال فاس حتى في الأول فاش بدينا كان واحد النوع ديال في هذه المشاريع، ولكن من بعد الناس فاش تفهموا وشافوا هذاك كان واحد
واحد القبول ديال البرنامج، المدينه احتضنت البرنامج ديالها، ما بقاش عندنا المشاكل معهم، ما عندناش ما كاين زعما هذه المساله غادي نديروها على كتيف كي كيقولوا على كتيف ديال الناس ديال ما كاينش شكايات، قليل قليل كيجي تشكى، كيتشكى على حقه زعما ماشي حتى اللي كيجي كيجي نقول لك واحد 90% كيجيو كيتشكاو على شي مسائل كنكونوا حنا مثلا فاش كتدخل فشي معلمه ولا شي حاجه كيمكن لك تقيس دار حداها ولا هذه مساله وارده، ولكن الناس عامه كانوا ايجابيين بزاف زعما حتى في وسائل التواصل وداك الشيء ما كانش زعما شي حاجه اللي كانت تصد، علاش؟ لان الناس كانوا مقتنعين بان البرنامج كان في صالح المدينه، لان هذاك الذكاء الاجتماعي راه كيبقى كيف ما كان الحال هو اللي كيتعبر به مدى ايجابيات ولا ايجابيات ما نفعله ولا سلبياته كذلك. بالنسبه للمدارات السياحيه، المدارات السياحيه هناك المدينه العتيقه، هناك بالنسبة للمحور ديال تحسين الجاذبية السياحية والاقتصادية، عندنا برنامج إعادة وتوظيف الفنادق والقصاريات. هذا البرنامج فيه فندق جديد، فيه فندق الطلبة، فندق السلطان، فندق النجارين، فندق الزبادي، فندق المولوعين، وفندق جديد. هنا كاين واحد الفنادق اللي ما بقاتش، هذه إعادة بنائها كفندق السلطان اللي ما بقاش، اذا هو في نفس الوقت غادي يكون هذا البناء ديالهم غادي يحسن الجاذبيه وتكون في خدمه الحرف، وكذلك باش ما يبقاوش هذوك الفضاءات كيعمروا بالاسبان وهذا، دونك مسألة جد إيجابية بالنسبة للبناء، إعادة بناء دوك لي فريش اللي رجعوا غير مرتعني النفايات. بالنسبة لإحداث مدارات سياحية، هناك المدار الأول هو ديال المدينة العتيقة، المدار الثاني هو الملاح السكاكين والشيخ الكامل، المدار الثالث الدار الكبيرة، والمدار الرابع هو مدار الحافلات السياحية. بالنسبة للجهيزات القرب، كاين هناك تأهيل وتجهيز مركز استقبال فندق الحنة، إعادة بناء وتجهيز مركز النادي النسوي باب القناوة، وتأهيل وتجهيز مركز النادي النسوي للإنبعاث، وبناء وتجهيز قاعة للعروض مع تأهيل دار الشباب عبد الكريم الخطابي. إذا هذا هو مضمون الاتفاقية اللي غادي تمتد من 2019 ل 2023. بالنسبة للوضع الحالي ديال لأن تسنات 22 أكتوبر 2018 تمضات هاد الاتفاقية، ودابا تقريبا حنا على مشارف تقريبا عام ديال هذا، ومن حق أي واحد يتساءل فين وصلت هاد الاتفاقية واش كنديروا. بالنسبة للدراسات فهي جد متقدمة، لأن خصنا نتفقوا على واحد المسألة، هادو معالم كبيرة وخصها على الأقل واحد السنة ديال الدراسات. إلا بديناها قبل، أنا غنقول سي أنكيتون، إلا بدينا قبل سي إذا ما كاينش، خص واحد الوقت، واحد الحيز الزمني من لإنجاز الدراسات، هذه مسألة مفروغ منها. هذا العام هذا تقريبا 90% من المجهودات اللي كانت في تجهيز الدراسات المعمارية، واحد العدد ديال الصفقات تم الإعلان عليها بطريقة مفتوحة، وتم انتقاء المهندسين المعماريين الأكفاء باش يقوموا بالدراسات ومكاتب الدراسات، المختبرات، وكذلك مكاتب المراقبة. إذا كنحاولوا في هذه العملية ديال تثمين النسيج التاريخي أننا نجمعوا ما بين جميع باش نحوطوا هذه العملية، ويكونوا فيها المتدخلين كثار أولا كثار، الكيف والنوع،
هذا جد مهم. اذا كاين المختبرات ديال المراقبه ولادير كانت في انجاز الاتفاقيتين، خاصه الاتفاقيه الخاصه بترميم المآثر التاريخيه بفاس، كانت التجأت المكاتب المراقبه باش تحسن وباش العمليات البناء. واخا هاد المكاتب المراقبه صعيب تدخلهم في النسيج التاريخي، لان كما كتعرفوا المواد التقليديه صعيب باش تراقبها. وشكون بعد هاد المكاتب المراقبه اللي كيعرفوا مزيان؟ كاين واحد بزاف ديال واحد العدد ديال الاشكاليات اللي كتعلق بالتقنيه، بالمركوز وخمر هذا، شكون هو التخمار، شكون باش كيعني التخمار باللغه العلميه، كطلع ديطو ديال دي ماتيريو مكونات ديال هذاك، شي كيطلع شي كيهبط. دونك هاد المسائل كامله كان هذاك الشيء اللي كان اللغه التقليديه كنحاولوا نواكبوها بواحد اللغه جديده، لغه العلم، باش عمليه التخمار عندها ليكيفالون سيونتيفيك ديالها، لو طو دو كالسيت كيطلع، لو طو ديال هادي كيهبط. اذا هذه عمليه كنحاولوا ندخلوا المعايير العلميه في هذا، وهذا ماشي سهل. كاين كذلك كتعرفوا البناء، هنا غادي نطرق شي شويه للخشب. بالنسبه للخشب، استعمال الخشب في المآثر التاريخيه، حنا امام واحد المعادلات. بالنسبه للمآثر التاريخيه المتميزه، هذوك استعمال الخشب دو كاليتي ولا دو قيمه عاليه، هذه مفروغ منها، وخصو يكون الارز خصو يكون واحد العدد بالمواصفات التقنيه. ولكن بالنسبه للبناء العادي، واش نستعملوا الخشب ذو قيمه عاليه وهذا، ولا غير هذو كيبقاو اسئله اللي لو كا باركا كنخدموا لو كا باركا. فوق علاش تمشي؟ شكون هي القيمه ديال المعلمه؟ واش تخسر فيها الفلوس بزاف؟ لكن حتى ترشيد النفقات، كاين شي واحد المساله ما عندهاش قيمه تاريخيه وتبقى تخسر فيها فلوس كبار. دير مثلا الارز بريمي شوا اللي كنركبوا عارفين احسن مني الثمن ديالو او متر كوب، واش مساله واش اسكو سي اوبورتان، اسكو واش مساله خاصها تمشي في هذا الاتجاه ولا لا؟ هذه من الاسئله اللي مطروحه واللي تبقى مطروحه ديما، تبقى مطروحه بالنسبه لاي تدخل في البناء التاريخي. اذا انا باش ما نطولش عليكم بزاف، كنظن راني لمست بطريقه هذا جد مقتضبه المحاور، وانا مستعد نجاوب الا كان عندكم شي اسئله. شكرا مولاي اسماعيل علي وعلى هذا العرض القيم. كيفما جرات العاده غنفتحوا باب النقاش الا كانت عندنا كاع بعض الاسئله. تفضلوا. سي علوي. مجاهد نحاولوا نديروا لائحه واحده باش اعطيك لايك عندك. اعطي الاستاذ سي عضو الوضع. السلام عليكم الاستاذ الكريم، الله يعطيك الخير. بغيت غير نسول على بالنسبه للابواب ديال المحلات اللي في المدينه،
كاين واحد المهم حنا اللي وصلوا شي اخوان تما بان كاين المحلات اللي غادي تحيدوا البيبان الحديد وغادي يوليو بيبان ديال الخشب. كانت تطرح واحد التساؤل ما بين الاخوان تما، المهم جلسنا وذكرنا قال لك سيدي ما يحيدوناش البيبان لان هذوك الخشب اللي غادي يديروا ماشي هو هذاك، خليونا حنا البيبان الحديد. لاحقاش بزاف الامور اللي غادي دار ماشي هي هذيك. بالنسبه للخشب غادي يكون ما مزيانش، كما كتعرف المدينه كلشي الاغلبيه ديال البيبان الحديد، الخشب كله تحيد. وبقى واحد التساؤل وقال لك حنا نقدو اخوان نهار يجي هادي يصيب لي الباب غادي نقول له حبس، ما تصيبليش هاد الباب هادي غير هاد البيبان. واش غادي يكون الخشب صحيح او غادي يكون الخشب غير عادي لما هما تيخافوا عاوتاني على المحلات ديالهم؟ لان اول حاجه ما كاينش العساس، المدينه حاليا ما بقاو فيها كاع العسات الليل، الناس خايفه على محلاتها. هادي سيدي يقدر يضرب الباب غير بشي ضربه صافي تحلات الباب، غادي يوقعوا في مشاكل اخرى. المهم هما اغلبيتهم قال لك سيدي لا حنا يخليونا البيبان الحديد ديالنا، ما يديرولناش، ما يفعلولناش، ما يكداش ما يكداش. المهم هذا تساؤل غير، واش كاين بيبان مزيانين كيما هضر هو؟ راه هضر على الخشب اللي قال كاين الخشب كاليتي مزيانه وكاين الخشب هذا، وربما انا ما نفهمش في الخشب بزاف، ولكن بالنسبه للصنايعيه الاغلبيه تيسولوا هذا التساؤل هذا، وبقى سؤال مطروح. السي علوي شكرا. شكرا بارك الله فيك. السي علوي خذوا. السلام عليكم. في البدايه سيد الرئيس، الساده اعضاء غرفه الصناعه التقليديه جهه فاس مكناس، الحضور السيدات والسادة الحضور الكريم، في البداية أود أن أشكر الأستاذ المحاضر السي العلوي على هذا يعني أننا تقنا وحسينا وقلوبنا تلذت، وخصوصا اللي تيقطن مدينة مكناس حسينا بأن هذا الشيء فعلا غادي يتفعل إن شاء الله، والسوس من الخير في هذه الندوة ديالو لهذا العرض اللي قدمنا بعد التجربة اللي كانت في مدينة فاس. إلا أنني لن تفوتني الفرصة بأن أوضح بعض الإشكاليات التي مثلا ستطبق على أرض الواقع هنا في مكناس. ذكر الأستاذ بعض الأبواب وكذلك بعض الدور وبعض الأضريحة والمدارس البعنانية، ولكن في التاريخ كما يعرف الجميع أن هناك بعض المآثر التاريخية، وهو ذكر لنا بعض الأماكن هنا بمدينة مكناس مثلا كفضاء زي العابدين ولا المحطة التي ستكون فيها مرفأ السيارات. إلا أن هناك أبواب منذ 1916 فقدت من مدينة مكناس نهائيا لم تبقى، وأعطيت مثال على ذلك باب زي العابدين التي كانت تربط بين السوق المركزي في الهديم والجدار المحيط بباب منصور، كذلك باب بوعماير لم يبقى لها أثر، باب قناوة، باب دار السمن، وهذا راجع لعدة إكراهات وعدة مسائل وقعت بعد خروج الحماية من المغرب والاستقلال. أصبحت بنايات عشوائية تتخذ مجال أو فضاء عام، ويتم لها الترخيص في بناء بعض الدور التي أصبحت تشوه شكل المدينة في أصلها الأول كما أسسها السلطان مولاي إسماعيل رحمه الله. ومن هذا الباب جات بعض الكوارث الطبيعية اللي أثرت على هذه البنايات وزلازل اللي سقطت منها بعض المعالم التاريخية واندثرت ولم يعد ترميمها وبناؤها، وخص بالذكر زلزال لشبونة الذي السؤال عفاك باش السؤال توجه للسيد الأستاذ، أي إمكانيات وعلى ماذا يعتمدون في ترميم المآثر التاريخية حتى لا تفقد الهوية ديالها؟ لأن الترميم
عدة مسائل معقدة وعلى مدى يعتمدون في يعني في ترميم هذه البنايات واش على البعد التاريخي ولا على ما تختزل الذاكرة الشعبية والبنايات اللي ترمت منها بنايات ترمت عندنا هنا في مدينة مكناس ولم توفى يعني العناية اللازمة حتى تكون في محلها وشكرا. شكرا السعلاوي. الحاج عبد العالي. حاج عبد العالي راه بسم الله الرحمن الرحيم. انا في البدايه لابد ننوه قرب شويه الحاج ننوه بموضوع ديال الندوه اللي هو جا في واحد الظرف بالراهنيه ديال 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 الموضوع وحتى بالنسبه لاننا مقبلين على تاهيل ديال هاد جوج الحواضر اللي عندهم اهميه على الصعيد الوطني. الشق الاخر هو نسير واحد الملاحظه ان الفنادق اللي واردت من ضمن المواقع اللي تعرض للتاهيل كاين مجموعه الفنادق التقليديه ولكن تنبه لواحد المساله بسيطه هي ان الدراسه اللي دار الفنادق ما دارش دراسه عمرانيه فقط خاصنا نشوفوا هذه فضاءات كيفاش تستغل المهم هذاك علاش لانه قبل كانت تحصد واحد الحرف اللي الاغلبيه ديالها اما انقرضت او لا في طريق الانقراض واش غنوليو هاد الفضاءات نردوهم لهذوك الحرف هما اللي نشطوها هما اللي هذاك او نحاولوا نستغلوها في هذاك في انشطه اخرى اللي تعطي واحد الدفع لا للجانب السياحي ولا للجانب الجمالي في المدينه العتيقه. وهنايا تنقول ان الاستشاره في هذاك تهم الدوائر اللي مسؤوله على قطاع الصناعه التقليديه واللي تتمثل في المديريه وفي غرف الصناعة التقليدية. شكرا. شكرا سيد علي. السي الحلو. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. بدء تنبغي نشكر رئيس غرفة ديال الصناعة التقليدية جهة فاس مكناس على هذا الموضوع هذا الموضوع اللي هو مهم جدا. وجاي في الوقت ديالو المناسب. احنا اليوم بصدد يعني المناقشه ديال هذا الموضوع ديال تثمين المدينه العتيقه. انا اليوم كنمثل التجار، غاتجيكم غريبه شي شويه، ولكن جمعيه التصحيحيه للتجار المهنيين مكناس واكبت هذا المشروع ديال التاهيل من قبل وقيل حتى ما توقع الاتفاقيه. إن من قبل فاش كنا إحنا إيمانا منا على أنه المشاكل اللي كتعيش النسيج ديال العمراني ديال المدينة العتيقة كيجا في التدخل ديال السي العلوي على أني كتشوف دول وحدين أخرين كيف كيستغلوا التراث ديالهم وكيفاش هذا ومكناز زاخرة بهذه المسائل اللي يمكن لها تكون عندنا عندها واحد 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 النفع يعني كبير للسياحة والتجارة. إذن إيمانا منا على أن نقول بأنه الحل ديال المشاكل ولا ديال الدفع بالتجارة والصناعة التقليدية داخل المدينة العتيقة ألا وهو التثمين ديال المدينة العتيقة. وفاش كنا كنشوفوا اتفاقيات كدار في مدن وحدة أخرى يعني قريبة لنا أو بعيدة شوية سلا الرباط فاس مراكش كتحزنا في النفس على أننا كانوا عندنا اتصالات من قبل يعني توقيع الاتفاقية وتنتسألوا علاش مكناس ما جاش وهذوك دوك الاتصالات كانوا يعني مطمئنه تنقول بانه كيتصاوب المشروع ديال مدينه مكناس هو جاي في الطريق قابط النوبه ديالو ولكن راه جاي. بالفعل نهار 22 اكتوبر 2018 كان ليفينمون كان الحادث الكبير الا وهو التوقيع ديال اتفاقيات حتى اشراف صاحب الجلاله بمدينه مراكش. من قبل هذا كنت نقول ان الجمعيه التصحيحيه واكبت هذا المشروع هذا من قبل. كان هنايا في عهد والي سابق قبل ما تولي العمالة كان واحد الوالي سميتو
قادري. هذا السي قادري هذا دار واحد مشروع كبير سماه المشروع المكناس الكبير، ونفاسح على 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 جمعيات المجتمع المدني باش يعطوا اقتراحات ديالهم. الجمعيه التصحيحيه المدينه اعتقد التجار المهنيين مكناس هضرات على لو سيركوي توريستيك، ايمانا على انه هذا يعني هذا التجار الرجوع والركود التجاري اللي وقع في المدينه العتيقه، ولا تدخل ديال انقراض ديال بعض الصناعات التقليديه، وهذا هذا الرجوع ديالو هو داك السيركوي توريستيك ما كاينش مكناس، ومع الاسف الشديد ما تنبيعوا حتى شي برودوي في مكناس. اذا تنقولوا بانه هذاك لو سيركوي توريستيك هو المنقذ، هو كذا كنا حطيناه كاقتراح ديال الجمعيه ديال التجار على انه خصو يكون في مكناس واحد لو سيركوي توريستيك اللي هو كي يعني معالم. وهذاك لو سيركوي توريستيك اللي كنا كنهضروا عليه هو يعني بنفسه اللي غادي يحل المشكل ديال باع المتجولين، واللي غادي يحل هذوك المشكل ديال اللي هو متفاقم اعوام وسنين. وهذا كنقولوا بان هذوك ملي غادي نحلوا هذا يعني داك الشوارع هو بحد ذاته يعني الحل ديال جميع المشاكل ديال المدينه العتيقه. اذا تنقولوا نهار 22 اكتوبر جا ليفينمون اوغوزمون. انا ما غاديش نهضر على الفنادق لان هادشي كله باين، الفندق كي غادي ندخلوا غادي هذا السقايا البرج لي غومبار يعني الاسوار. انا غادي نهضر على لو سيركوي توريستيك كيهمنا يعني لينا فينالمون ملي غادي نصاوبوا الفنادق وغادي نصاوبوا السقايات وغادي نصاوبوا راه في حد ذاته كنوجدوا هذا كله باش يكون عندنا واحد لو سيركوي توريستيك ملي غادي يجي هذاك يعني داك السائح غادي يدوز على هذاك الشيء اللي صاوبنا كامل. تنظن هذا هو التصور. لو سيركوي توريستيك كان واحد يعني حنا استفدنا شويه من 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 يعني من تاهيل المدينه العتيقه ديال مدينه فاس. كانوا اخطاء كي جا التدخل ديالكم السي العلوي، حنا متابعين داك الشيء عن قرب شي شويه. نعطيك مثال صغير، قيصريه الكفاح. قيصريه الكفاح شيء جميل جدا متصاوب في قيصريه الكفاح، ما يمكن الا اي مغربي يفتخر داك الشيء اللي تصاوب ويعني الهندسه والجماليه. لكن كان واحد الخطا كبير وقاتل، الا وهو جينا عند التجار تماك وعطيناهم واحد التعويض يومي او شهري ولا ما عرفتش، وقلنا لهم غادي تخرجوا وغادي نبنيو وغادي نقادوا وغادي نصابوا وغادي من بعد تنظن اشغال ديال سنتين. هذوك سنتين ها يعني داك يعني الدخول اليومي ديال قيصريه الكفاح تفقد، ولا لوان دو ديزيو لوان دو كور. ملي ما كنبقاش كنشوف واحد هذا واحد العمال وهي مسدوده، جاوا الناس فاش جاوا تيحلوا المحلات ديالهم با دو كليون، يعني عانوا الكثير ومازال تيعانيوا لحد الان. فهمتي يعني راه الاكثريه ديال 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 الحوانت اللي فما قيصريه الكفاح برغم ديك الجماليه ديالها وبرغم ديال هذا، ولكن ما كاينش الناس ما كيدخلوش لان هذيك العامين كانت قاتله. في مكناس كانت واحد التجربه بسيطه. المجلس القديم ديال مدينه مكناس تفكر على انه يأهل ديك الساعه، مازال ما كاينش التأهيل هذا، صاوب واحد لا ترونش ديال في السوق ديال قبط السوق، يعني من المدرسه البعلانيه حتى تقريبا الدوره ديال الصباغين النجارين يعني. ومشكور هذاك المجلس اللي كان في ديك الساعه الله يجازيه بخير، ودار واحد 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 لا ترونش تري امبورطون زوينه. شنو اللي كان فيها مهم جدا هو يعني البناء والتدخلات ديال الاشغال كانت ليليا، وكان في الصباح تيجي التاجر وكيحل المحل ديالو وكيبيع ويشري، وبقى دائما تري دو زيو وماشي لوان دو كور. دونك بقى دائما البيع. كذلك دابا تنشوفوا في المارشي ديال الهديم كاين ترونش باغ ترونش، سي فري كتيشدوا ولكن راه تيبقى واحد ترونش محلوله. وبقات هذه من جهه، الجهه الثانيه لي باركينغ. جينا فاس مثلا ودابا كنصاوبوا لي باركينغ كاملين ديال المدينه العتيقه ديال فاس بالدوره كامله، ودابا حاليا كيجي الزائر لمدينه فاس ما تيلقاش فين علاش ما نديروش ترونش با ترونش، باركينغ بار باركينغ، او موان باش ملي يكون مثلا هذاك كيتصاوب الاخر كيكون يعني اكتيف، يعني كاين الناس اللي كيرقاو فين هادو التدخلات ديالنا.
بالنسبه للمشروع اللي عندي انايا ما عندي هذاك لو سيركويتستيك بما فيه اللي فيه اربعه كاين واحد فيه 3 كيلومتر عبر الصباغين النجارين وعاوتاني نرجعوا للمدينه للهديم عبر لي غيال ديال المدينه العتيقه. هذاك النوعيه ديال التدخل ديالو ملي كنقولوا على السقايات كنعرفوا شنو هما ملي كنقولوا مثلا كي قلت الاسوار هذا، ولكن هذاك التدخل ديال الجاذبيه والجماليه ديال هذا ما يعني في المشروع ما مديوراش. كان انا قلت كذاك لو ترونش واش غادي نتبعوا غادي نديروا يعني غادي نديروا تكميله ديال داك لو ترونش اللي كانت تصاوب المجلس البلدي القديم في مدينه ونكملوا لنا دابا النجارين والصباغين. مع الاسف الشديد كتكون في واحد المنظر جميل جدا، كتجي حتى توصل للنجارين والصباغين كتعاود قديماتيت داك الشيء ديال السبعينات وهذا وداك الشيء. يعني في المشروع يعني انا كنقريت المشروع كامل ما فيهش نهائيا النوعيه ديال التدخل ديال هذه المساله ديال الجاذبيه واش غادي نكملوا على هذه المسائل هذو. وكاين عندنا لو دوزيام سيركوي توريستيك اللي هو عاوتاني كيجي من هذا هو يعني الحلم اللي هو يراود التجار ديال المدينه العتيقه، هو لو سيركوي توريستيك اللي غادي يدوز على السكاكين وغادي يوصل حتى الشيخ الكامل في 4 الكيلومتر رجوعا الى 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 ساحه الهديم عبر لي غيال عاوتاني ديال هذا. تنظن هذا عندي يعني هذا هو التصور. اسمح لي عفاك هذا شفت تري امبورطون. حنا كنا هضرنا مع السيد رئيس الغفاء لانه يدير لنا حنا لقاء خاص ديال الجمعيه التصحيحيه ما تقاطعنيش الله يجازيك بخير. حنا تري امبورطون لينا انتي. مرحبا كيفاش مشكل الله يجازيك بخير. اذا تنقولوا بانه هاد لو سيركوي ديال 4 الكيلومتر تري امبورطون قلت كذا حلم يتحقق دابا. وحنا يعني بالنسبه لينا حنايا كنا تنقولوا لا وقفه احتجاجيه ولا 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 في المدينه، وحنا تنترجاو الخير في الله وفي المشروع ديال تسمين المدينه العتيقه. اذا بالنسبه لينا حنا هذاك الذكاء الاجتماعي اللي هضرتي عليه السي العلاوي حنا عندنا من قبل نقول لك قبل حتى من السينياتور ديال الكونفونسيون. دونك حنا بغينا نتبعوا هذه المساله هذه. واكثر من هذا درنا يعني طلبات على اننا باش نواكبوا وباش نكونوا في التتبع ديال هذا المشروع هذا. علاش؟ باش ما نطيحوش في المشكل اللي هضر عليه اخ السيد المستشار قبيله ديال البيبان. هذيك بدايه داك لي شونتيون تحط ديال البيبان تحط اول ما تحط يعني ناضت واحد الدجاج داير التجار. هذيك الدجاج اللي دارت حنا عشناها مع الناس ديال فاس. حنا كنا متبعين المشروع ديال فاس، ولا سيما على ان فاس فيها ديور السلعه، فيها ديور ديال الجمله، فيها يعني مصانع تقليديه كبيره كما بغى يكون كدور واحد الحركه وفيها انتاجيه وفيها هذا. ومع ذلك انت كانوا البيبان خشبيه، لان ملي كنهضروا على الجماليه ملي كنهضروا حنا كنا تنقولوا باش ما نطيحوش في هذاك المشكل ديال الاحتجاج ديال التجار وهذا، لان هما ما عارفينش. اول حاجه حنا درنا هو فاش وقع داك الشونتيون وقع واحد البلبله ديال التجار وما بغاوش داك الشونتيون وما عجبهمش داك الكيفيه ديال الخشب وهادي. حنا احتوينا المشكل وعيطنا لهذوك الناس وهذا ودخلناهم لمقر الجمعيه ديالنا وهضرنا معاهم، وهما كلهم كانوا تيطالبوا كي شاف التدخل ديال السيد المستشار على انه كان بغاو بيبان حديديه تيخافوا على الرزيق ديالهم من التاجر هذاك هو راس مالو هذاك هو كلشي. حنا تنقول لهم شوف البيبان الخشبيه ضروري، كاينه تجربه ديال المدن هي المدن العتيقه حتى القصر الكبير كاع ودارت فيها المدن يعني دار فيها يعني الابواب الخشبيه هي خاصها تكون بواحد الجماليه وتكون لا ما يمكنش مكناس كنعتبروا راسنا على اننا عاصمه الارز كنقولوا الارز تنقولوا ازرو اوتوماتيك مو كذا. الناس ديال تجارت هذه يعرفوا هذه المساله هذه، ونجيو نديروا واحد لاباس يعني واحد الخشب اللي هو شويه اللي ما ناقص. اذا هذه بدايه كانت شويه خاطئه. هنا علاش تنقولوا يعني كي جاب التدخل ديالكم كلشي تضافر هذا باش ننجحوا، لان بالنسبه لينا حنا خصو ينجح هذا المشروع وينجح هو بتضافر يعني الجميع واليد في اليد ديال الجميع. اذا تنقولوا حنا كنا بغينا يعني دايرين التتبع باش ما نطيحوش هذا المشكل هذا، لان لا سيما لانه غادي يقيد شريحه كبيره ديال التجار في الناشج ديال في المدينه العتيقه. اذا بدا في البدايه ديال الشونتيون ديال الابواب وكان هذا حتى وين المشكل
هضرنا معهم واقتنعوا اليوم على انه غادي تكون البيمة الخشبية ولكن تكون بواحد الجودة. ما يمكنش يكون كناس يعني اقل جودة من ما اللي تصاوب في الرباط واللي تصاوب في فاس واللي تصاوب في مراكش. امبوسيبل. لا سيما لان حنا كنعتبروهم كناس لانه عاصمه ديال الارزادي من الصفه الاولى. وثانيا التاجر الا كان يعني يحتج على هذه المساله ديال الباب راه لحقاش انا كنقول لك بان راه الرزيق ديالو راه هو هذاك تيشوف تيخاف عليه. فاس كان واحد 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 دوك ديور السلعه وهذا كان واحد المساله تري امبورطونت يعني حاولنا على اننا نطمئنوا دوك الناس على انه خلاو الواجهات اللي بيبان بقاو هما هذوك. ولكن من الوار كان اللي دار الباب ديال الحديد ديالو خلا او دار هذا ملي تيجي الليل وتيبغي يشد المحل ديالو كيهبط الريدو ديال الحديد وعاد كيشد الباب ديال الخشب وكيجي المنظر يعني يعني كله هو موحد وتيبقى السلامه ولا سيكوريتي ديال المحلات التجاريه. اذا تنقولوا الله يجزيكم بخير. او احسن قرار دار اقتناعا منه هو انه الوكاله ديال التنميه وايقاد هي اللي قابطه المشروع ديال مدينه مكناس. لان كنشوف حتى التدخلات اللي كانوا تصاوبوا في لي رونبار في الاسوار القديمه يعني هذه عشرات السنوات ما كانتش كتنجح نهائيا. داك حنا كنشوفوا دابا واحد الطريف راه كيتصاوب في اشراك يعني بواحد الطريقه ممتازه جدا. يعني انا يعني حنا مقتنعين على انه احسن يعني قرار بزاف. الله يطول عمرك. نعم. حنا مطالبين بواحد الوقت انا من حقك باش تعبر عليها. حنا ما غاديش نتلاقاو ولكن عافاك غير باش نسالي. تنقول انه هذا القرار ديال انه تكون الوكاله هي اللي هذا لان غادي نستافدوا من التجربه ديالها غادي نستافدوا ولا سيما ملي كنلقاو واحد 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 الانسان اللي هو مكناسي اللي هو في المسؤوليه السي العلاوي واللي هو كي يعني عنده واحد الحرص كبير للمدينه ديال مكناس وواحد الحب حتى هو تيخلينا كنطمئنوا جميعا. يعني تنقول يعني هذا واحد طلب ديال السيد العامل على انه تدخل ويعني التتبع يكون يعني بالشركاء ديال 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 المجتمع المدني كاملين لا سيما ديال التجار ديال باش 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 يكون يعني سلاسه في التنزيل ديال المشروع ديال التاهيل وتنلح على هذاك لو سيركوي توريستيك عفاك اللي ما كاينش في المشروع كيفاش غادي يدار هذا. وشكرا جزيلا. شكرا بارك الله فيك. حلو سي يونس. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. بدايه سنشكر السيد الرئيس الغرفه لانه فتح واحد القناه ديال التواصل لهذا الموضوع لما له من اهميه كبرى. وفي الحقيقه ستطرح عدة تساؤلات لا عند الحرفيين ولا عند التجار داخل يعني المدينة العتيقة لما لنا من يعني حد الآن ما عندناش المعلومة الكافية حول المسار والخاصيات ديال هذا المشروع. هذا سيما أننا يعني في الحقيقة كان زعما خصي يكون واحد القنوات يعني وتكون واحد تكون واحد يعني ماشي ندوة واحدة. نتمنى تكون بداية الجلسات على كل سوق او كل ساحه او كل اللي مالها يعني مع التجار باش يوقع واحد التواصل ويوقع واحد يعني تحيد واحد اللبس والناس يعني ترتاح. يعني عندنا واحد المجموعه ديال التساؤلات. نحن في يعني في الجمعيه الصحيه كما قال الحاج سنقولوا بان هذا المشروع هذا هو الحل الوحيد ديال واحد المجموعه ديال المشاكل اللي سيعيشها التاجر وباش نرقاو يعني بالنشاط الانشطه ديالنا كتجار او كحرفيين داخل يعني المدينه العتيقه. نعطي انا يعني في التواجد ديالنا في الساحه ديال الهديم يعني عندنا واحد المجموعه ديال التساؤلات داخل الساحه يعني الجدول الزمني البدايه الكيف فوقاش يعني كاين واحد المجموعه ديال التساؤلات اللي عندنا. سنتمنوا ان تكون يكون يعني كما قلنا يكونوا واحد الجلسات متتاليه باش توضح لنا هذه الامور هذه يعني نعرفوا ما لنا وما علينا. هذه نقطه. نثير واحد النقطه اخرى يعني هذه هي المدينه العتيقه وهذه ما خصناش ندخلوا مع الهاجس الامني. الهاجس الامني في الحقيقه سيبقى ولكن نهضروا معاه في امور اللي هي
اللي يعني نطرحوه بواحد المساله اللي هي احترافيه، يعني ضروري ان نهضروا على تاهيل المدينه العتيقه من الناحيه الامنيه، من الناحيه العمرانيه، يعني ما ناخذوش المساله بالبيبان ولا هذه، يعني ناخذوا الامور بالتطور، يعني تكون واحد المواكبه، يعني نديروا واحد البرنامج امني خاص بتثبيت الكاميرات، يعني حتى الزائر من يجي يشوف ما يشوفش ذاك الهاجس الكبير والتخوف. بالعكس حنا عندنا نموذج في الساحه القديم، يعني ما عندناش محلات، عندنا محلات ما فيهمش البيبان منذ سنوات ديال الفخار، ويعني تيجي الزائر تيبدا يشوف داك النموذج، هذا نموذج يعني تيعطي واحد الارتياح للزائر بان راه كاين الامن في المدينه. هذا واحد الجانب. الجانب اخر وهو يعني خصنا نجلسوا نشوفوا، يعني عندنا واحد الخصائص في الساحه القديم ديال المحلات، فيهم فخار فيهم مقاهي، يعني عندنا واحد المجموعه ديال التساؤلات وعندنا واحد الاقتراحات، يعني واش يمكننا انها تضاف يعني من بعد ما تحط المشروع ويكون عندنا يعني توضيح لهذه المساله هذه، وبلا ما يعني نتمنوا ان تكون جلسات وجلسات وكل يعني كل سوق على حده وبالناس ديالو، هذا هو يكون تاسيس ديال هذا الحوار. وسنشكروا الاستاذ على العرض ديالو القيم. شكرا سي يونس. سي عبد الله. وي سي عبد الله. السلام عليكم. عبد الله محمد، عضو لجنة الصحية ديال تجار المدينة العتيقة. أنا كنت غادي التدخل ديالي غادي نختصره، لأن التدخل ديال السي محمد الحلو وديال السي يونس اللي هما الأعضاء ديال الجمعية ديالنا كان خداو شو سميتو، نعم، داك التدخل ديالي تنضموا إليهم، تنضموا لينا بزاف ديال الحوايج اللي كنت غادي نذكر عليهم، ولكن سبقوني أنهم تذكروا عليهم. الحاجه اللي تنوجه للجنه ولا شو سميتو الاخ العلوي، وهو شو سميتو كان في العرض ديالو ما ركزناش على الاسواق ديال هذه، وبالخصوص القلب النابض اللي هو قبض السوق، لان هو كذا اللي حنا بغينا نعرفوا نسمعوا شنو كاين بالنسبه. حنا تنشوفوا الاسواق ديال الرباط، السوق ديال التسويقه في الرباط، تنشوفوا السوق ديال شو سميتو فاس، نشوفوا الاسواق كذا، ولكن ما خديناش واحد هذا، لان هذاك السوق ديال قبل السوق من 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 المدينه من من قول من الجامع الكبير حتى للسكاكين هو القلب النابض، والا كان هذاك واحد العنايه والسائح او الجزائر ديال السائح او المغربي ولا كذا جاي يزور داك، لا بدا غادي يمر على الممرات اللي هي الطريق ديال بحال القديم بحال السكاكين بحال هذا، باش وتتكون واحد تكون واحد الاستفاده جماعيه. انا بغيت الاخ العلوي مشكورا انه الا كانت عنده شي فكره على السوق ديالنا شنو هو الاصلاحات اللي غتكون شنو هذه كذا، باش يعطينا يوافينا بها. وشكرا لكم. بارك الله فيك. شكرا سي عبد الله. سي مجاهد. سي مجاهد سكين. هاو. السلام عليكم. تحيه للحضور الكرام واعز التحايا للغيورين على هذا الوطن. مجاهد دريس من مدينه مكناس النجار في النجاره. واحد المساله اللي بغيت نسير ليها نتكلمش عليها الاستاذ وتحيه ليه، وهي ان اعز الله السامعين كاين واحد المرحاض في قبض السوق ديال الجامع الكبير. انا ما عرفتش واش داخله في النظام الجامع الكبير للاصلاح ولا ما كايناش، فيها واحد المعلمه تاريخيه غريبه بمعنى الكلمه بالخشب، والناس مكناس السكر تيعرفوها بزاف. وكاين بعض المراحيض في وسط المدينه العتيقه، كالقبابين كزيت رياض القسطانين، المهم الناس مكناس راه عارفين هذه المساله. هذوك المراحيض تفقدوا نهائيا لدرجه ان الانسان تيمشي يقضي الحاجه ديالو مع الحيط. بالنسبه للساحه الهديم كاينه مرحاض وحده تيجيو الزوار السياح كذا تتلقاها عامره، تيمشي الانسان تيقضي حاجته في جنب الحيط اللي هو واحد المعلمه تاريخيه كبيره. والسلام عليكم. شكرا سيدي. بارك الله فيك سي الغازي. سي الغازي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ليس عني في هذه الساعه المباركه الا ان ننوه من جديد للرئيس واعضائه على هذه البرنامج القيم. سؤالي، هناك باب لحي أجدال هو باب
حديث العاب ان كانت تحل في الخمسينات واش حتى هو داخل في اللائحه ديال الابواب اللي غادي يوصلها ترميم لنا في واحد حالة. هذا سؤال للسيد المحاضر وشكرا على محاضرتك القيمه والله يرحم لي ربك ويسعدكم مبروكه. سي علي زيان. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الشكر الجزيل لغرفه الصناعه التقليديه لجهه فاس مكناس لانها فتحت لنا الفرصه باش نهضروا شويه على برنامج تسميل المدينه العتيقه مكناس. فبرنامج تسميل المدينه العتيقه مكناس لا نعرف هل نقصد بها المدينه الوسيطيه التي تعود الى القرن الحادي عشر ام المدينه السلطانيه التي تعود الى القرن السابع عشر. فهناك خلط لأن من الاستفراضات التي توجد بالمغرب هو أن بمدينة مكناس القصبة الإسماعيلية أو المدينة السلطانية وكل مدينة لها خصوصيتها وحيتيتها وكذلك طريقة ترميمها. فنتمنى من وكالة إنقاذ فاس أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الخاصية كما أن برنامج أو اتفاقية التي تم يعني الاتفاق عليها تقصي مجموعة من المواقع وتقصي مجموعة من الأبواب ومجموعة من السقايات ومجموعة من التفاصيل التراثية بالمدينة وخاصة هناك بعض المناظر الإنسانية كمنظر الذي يوجد بقنطرة دردورة يعني منظر بائس الآن واللي هي من التراث المادي للقرن السابع عشر بحيث نجد أقواسها يعني مدفونة تحت الأرض. كذلك لم نجد في اتفاقية تتمين المنظومة المائية للسلطان مولى إسماعيل والتي توجد أغلبها بالمدينة السلطانية وكذلك المدينة الوسيطية. وكذلك لا نجد تتمينا لفرساي المغرب وهي تلك المنطقة التي نجد فيها الآن ليساري الصواني وتلك الأسوار التي تحيط بها. فأعتقد على أن هذه الاتفاقية لابد لها من ملحقات حتى تكتمل الرؤية. لن ندخل في التفاصيل أبواب أو بعض التفاصيل يعني التي تأتي مع التنزيل ولكن كرؤية شاملة هناك بعض النواقص التي وجب التدخل يعني العاجل فيها وهذه يعني رسالة موجهة للسلطات لأنه لابد من ملحقات ولابد من أخذ الرؤية التراثية والكرونولوجية التاريخية. وكذلك لا نجد بما أن المدينة مصنفة كتراث عالمي للإنسانية لا نجد آليات اليونسكو ولا آليات الإيكوموس اللي هو المجلس العالمي للمواقع والمباني التاريخية على الأقل على مستوى الخبراء وأن الأخذ بالتجارب الأوروبية في التثمين خصوصا فيما يتعلق بالتراث الموجود لدينا اللي هو ديال القرن السابع عشر. فأتمنى يعني من الوكالة أن تستدرك مجموعة من التفاصيل الدقيقة التي سيكون لها إن شاء الله وقعا كبيرا في إنجاح هذا الورش الكبير وشكرا لكم. شكرا لك سي إدريس. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر كل الاخوه المتدخلين السي يونس والحاج والسي علي الزين الغيورين على هذه المدينه الكريمه. شكرا ايضا للغرفه اللي تحت لنا هذه الفرصه وشكرا للاستاذ العلوي على سرد تتمين وهيكله المدينه. بما ان كنتكلموا دائما على مدينة مكناس تراث عالمي مادي ولا مادي دائما فما اللي كنبغيو ما غادي ما يمكنليش نتكلم باللغة العربية لان انا انسان
كنتكلم بالعامية غادي نمكن نتكلم بالعامية. المدينة دائما كنتكلموا غير كيفاش غادي نديروا، اش يمكننا نديروا في الهيكلة ديال المدينة. دائما ما كنهملوا، الا بغيت نقول صح التعبير، كنهملوا واحد الشريحة من المجتمع واللي هي من داخل المنظومة، اللي هي التراث اللامادي الموروث الثقافي، اللي هي بالعبارة الصحيحة اللي هي الحلقة. كنقصيو واحد شريحة من المجتمع اللي كتنشط في واحد الفضاء وكتعطيه واحد الرونق، بما أننا كنذكروا السياحة وكنذكروا التنمية البشرية وكنذكروا، فدائما هاد الشريحة من المجتمع هي مقصية من جميع المخططات. لماذا؟ ما فهمتش. حتى التجربة اللي كينفاس، فتنظن هذيك الشريحة من المجتمع هي التقصات، وحتى الساحة اللي كانت بوجود فهي ضيقوا عليهم الخناق، ضيقوا عليهم الخناق في الهيكلة ديال المدينة، ضيقوا عليهم الخناق حتى ما بقات يقدر حتى شي واحد يوقف تما. كذلك الهديم، فالهديم هي المرآة ديال المدينة، هي المرآة اللي كتعكس الواقع ديال المدينة، هي اللي كتعطي الجمالية لهذيك المدينة. فأي سائح كيف ما كان النوع ديالو داخل المغرب ولا خارج المغرب كيعرف منطقة واحدة في مكناس اللي هي الهديم، ساحة الهديم، فخصو يجي لساحة الهديم. الملتقى ديال أي شخص هو الهديم، فالهديم إلا ما كانش غادي يكون يتهيكل ويبقى في الطابع ديالو الثقافي الموروث الثقافي بالمعنى ديالو الكامل المادي ولا مادي، ففي الحقيقة غادي تكون شي حاجة خارجة على الموضوع. وشكرا لكم. شكرا سي إدريس، كنحييكم بحرارة على مساعدتكم القيمة في إغناء هذه المحاضرة وهذا العرض. وقبل ما نعطي الكلمة للمولاي إسماعيل العلوي باش يتقدم بعض الأجوبة، نخبركم بأنه السيد رئيس الغرفة يدعو الجميع النهار الأحد مع 10 ديال الصباح لحضور الحفل التكريمي لعدد كبير من الصناع التقليديين اللي توفى رحمهم الله، وللأسماء ديالهم معلقة في قلب المعرض تكريما لهم بحضور العائلة ديالهم. كذلك بالنسبة للعارضين أن غدا إن شاء الله افتتاح الأروقة يكون على الساعة 10 صباحا، نظرا لكون أنه غتكون الدورة ديال الغرفة ديال الصناعات التقليدية لجهات فاس مكناس. إذا الكلمة للشريف العلوي تفضل. أولا الشكر الموصول لجميع المتدخلين على القيمة ديال التدخلات ديالهم، وغادي نبدأ بالجواب على تساؤل السي هشام السيد المستشار على الأبواب وعلى استعمال الخشب أو الحديد. كاين واحد المسألة جد مهمة، هي أن إلا بغيتي تجيب السائح ما يمكنش تجيبو لدي بونكار، تجيبو أنت مخلوع، خاصك تطمئنو. إلا درتي الحديد ودرتي بحال دوك الحوانت اللي كيديرو هذا، خاصك تلقى حل للمشكل الأمني ديال الكاميرات. كاينة التكنولوجيا دابا، كاين بزاف ديال المسائل. هذاك نرجع لواحد الفكرة، أنا زعما راه تقالت قبل مني في المداخلات، ولكن هكا نرجع باش خصك تطمئن السائح، تطمئنو يلقى وسائل الراحة، يلقى المراحيض، يلقى هذا، يلقى النقاوة، يحس براسو. الناس إلا داروا الخشب، إذا هاد الناس ما مخلوعينش. هاد المسألة أساسية في السياحة، ما يمكنش يجيب الناس وتقول لهم راه عندي الشفارة. كانوا حملات ديال واحد الوقيته في فاس، كانت هذا راه الشفره كاينه، هذاك الشيء كله ماشي في صالح السياحه. واحد كيضرب راسه براسه، ما يمكنش. خصنا نمشيو في اتجاه ديال الايجابي. اذا خصنا حنا بروسنا نلقاو حلول ذكيه باش نمشيو للسمارت سيتي، نمشيو للمدن الذكيه. كاين وسائل باش دابا بلي كاميرا، كاين البوليس كيفاش كيشوفوا هذاك، يمكن لهم في الزنقه يشكوا في شي واحد ولا شي حاجه، يمشيو يتعرضوا للشرطه، دير خدمتها بطريقه ذكيه بلا صداع بلا والو. حتى المواطن كيساهم في
العملية، إذن ما خصناش نخلعوا راسنا ونخلعوا اللي جاي لعندنا، راه ما يمكنش. هذه معادلة باينة وواضحة. السي العلوي هضر في التدخل الثاني على البيبان، باب زين العابدين، باب بوعماير، باب قناوة. واحد المسألة ما شرطلهاش هو أن هذه الاتفاقية الأولى ديال 800 مليون درهم ماشي هي الاتفاقية اوبجيكتيف، ماشي هي الاتفاقية الهدف، هذه غير وسيلة أولية وخصنا ننجحوا بعدا في هذا الشيء اللي تعطانا، حيت إلا ما نجحناش خصنا نبينوا. ما يمكنش يعطيونا بروغرام فيه كل شيء وحنا مازال ما بيناش، خصنا نبينوا بعدا خصنا ننجحوا البروغرام. هذا واجب زعما، ماشي باش نشجعوا حتى السلطات العمومية وجميع هذا باش يكون ارتياح، أولا ارتياح للبرنامج الأول، وهذا ويجيو برامج تكميلية دي زافنون الاتفاقية. وهادشي كيف وقع في فاس، راه كانت اتفاقية ديال 2013 ديال اللي تسنات في 4 مارس 2013 لتثمين المآتية التاريخية، وجات من وراها اتفاقية نظرا لنجاح الأولى. لو كان ما كانش النجاح خص الوكالات تمشي في حالها زعما، ماشي بالضرورة خصك حتى تنجح حتى تبين عاد يمكننا ندوزو لحاجة أخرى. كنظن الحاج عبد العالي هضر على الفنادق، ونبه الكون ان خص تكون هناك دراسات عمرانيه كتاخذ الطابع الاصلي والحرف اللي كانت قبل. هذه كتبقى في ارض الواقع فاش يتم تنزيل المشاريع. دابا بحال فاس المشاط بقى واحد اللي كيصوب المشطات ديال العظم، يمكن شي واحد، ولكن كان الفندق كله كيدير المشاطيط العظم وما كاينينش اللي كيصاوبوا، كاينين حرف نضاطروا. اذا خص التعامل بذكاء مع الحرف اللي غادي نجيبوا، وهذه المساله هذه نبهت لها الاتفاقيه، وكاين في البند 9 كاين انجاز دراسه ديال استعمال المآثر التاريخيه باش ما نغلطوش، لان الوكاله خصها تجيب، الوكاله هي عندها هي صاحب مشروع المنتدب، ما عندهاش كيقولوا الفرنساوي لا سيونس انفوز، ما عندهاش العلم ديال هذا. كتجيب كل واحد في اطار ديالو، كتجيب كل متدخل مثلا في استغلال المعالم التاريخيه، حيت حنا الا بغينا حنا بوحدنا زعما نلقاو الفكره ولا غير هذا، خصك تجيب اهل الاختصاص وباش يكون العمل حرفي بالنسبه لاستغلال المآثر التاريخيه واستغلال الفنادق كذلك عبر التشاور، لان اهل مكه ادرى بشعابها، ما غاديش يجي شي واحد زعما غادي يجيب شي علم ما كاينش، ولكن كنتعاونوا. كاين كاين شي واحد كاين به الاختصاص كيمكن كيأطر معك العمليه وكيقول لك الاتجاه فاش خص تمشي. هذه بالنسبه للتدخل ديال السي الحلو. هضر على لي سيركوي توريستيك، على قصارية الكلفة، على مواقف السيارات في فاس اللي غادي نهضر على قصارية الكفاح بعدا. الناس قصارية الكفاح هي نجحت من الناحية المعمارية، ما نعرف انا حتى المسألة ديال التقييم ديال واش لاكتيفيتي هبطات، لان لاكتيفيتي في المدينة طلعت دابا المؤشرات العلمية كتقول لك بان لو نومبر دو توريست طلع، عدد السواح طلع. اذا دابا القصاريه واش دخلت في الديناميه ديال هذا؟ هادو انا ما نقدرش الا ما عنديش دراسات علميه، كيبقاو ارتسامات. تقدر شي واحد كتقول له واش القضيه ماشيه مزيان، كيقول لك الحمد لله، ولا كيقول لك هاد الدار الوقت عيانه. ما عرف زعما الا مشينا غير في هذا الاتجاه. انا بغيت تقييم علمي، الا كان شي واحد يقول لنا بان القصاريه كيف حتى يربطها باش نعرفوها، يربطها بالتدخل ديال وكالة التنمية في هذا الفضاء وما نجحاتش، ونشوفوا علاش. حتى ما يمكنش واحد المكان كان مكرفس، قصرية الكفاح كانت مكرفسة، ما كانش يمكن هذوك الضالات اللي طيحنا وعاودنا وهذا، ما كانش يمكن تخلي الناس كذا. راه تما راه كانت واحد الغبرة، داكشي خطير، داكشي راك شتي كيفاش، ولو ريتم ديال الخدمة وهذا. دونك ما يمكنش بعدا تخلي الناس باش هذا، ما كاينش حل.
الحل اللي كاين هو اللي تستمين هذاك الفضاء خصنا نحيدوا الناس لان القانون بعدا ما كيسمحش باش تخلي الناس تخدم كاين وما يمكنش حتى عمليا ما يمكنش اذا ما كانش عندنا الحل دابا واش القصاريه من بعد خدمات ولا ما خدماتش هذه مساله خص دراسات اقتصاديه في الموضوع بالنسبه لمواقف السيارات اللي 8 تطلقوا في مره واحده البرنامج محدد زمنيا والعملية ديال 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 تسمين المدينة العتيقة لفاس عطات الأكل ديالها نسبيا بالنسبة للعدد ديال السواح داكشي ما يمكنش نوقفوا خصنا نبقاو ماشيين اون افون زعما ما واخا يوقع شوية ديال الخلل وغير زماني ماشي بالنسبة لي سيركوي توريستيك هضرتوا على واش داخلين انا نقول لك بالنسبه للمناطق اللي فيها لاميونت فيها دوك ديماتيت وداكشي داكشي كله غادي يتحيد داكشي كله غادي يتحيد وغادي يتعاود لان لا يعقل ان في المدينه العتيقه نخليو السيما لاميونت بعد لاميونت اللي نوسيف هادي كان في واحد الظرف زمان قبل ما كناش عارفين حتى ما كنعرف دابا عرفنا خصنا يتهز داكشي وتهز غير بالعقل ويتعاود وهذا ولكن خص حتى تضافر ديال المجهود ديالنا حيت دابا فاش كدوز في السوق ولا كدوز كتلقى بزاف حوايج ديال الشينوا السبر اللي زيت بعض ما يمكنش يدير تستمين دابا راه فاس كاين واحد لا طونونس كاين دابا ان الناس كيديروا لي برودوي هذا حيت خص تلقى الخاصيه ديالك الا جبتي الا بقيتي كدير المدينه واخا تمنها دابا كاين بزاف ديال المحاور واخا دير البيبان الخشب ما كيبانوش كاع كلشي كيخرج السلعه كلشي حاط السلعه في البيبان معلق داك الا بقينا بهذا التعامل مع التراث ما يمكنش خصنا نلقاو حلول هذا ما غاديش تجاوب عليه الوكاله هذا الشيء غادي مجهود على مجهود على مجهود وغادي ان شاء الله بالنسبه للسيونس كي حتى هو كيمشي في نفس الاتجاه كيطلب معلومات حول المسارات و الهاجس الامني اذا انا ذاك النهار اللي جاوبت على السي عبد اللهوي كيهضر على خصائص ساحه الهديم وعلى قبه السوق ساحه الهديم وقبه السوق كلهم داخلين في هذا البرنامج وغادي يكون دراسات قبليه باش نتداركوا الا كانت شي حاجه ماشي هي هذيك نتداركوها باش يكون حتى التدخل ذكي وغادي يكون استشارات معماريه بالنسبه لساحة الهديم غيكونوا استشارات معمارية باش يكونوا تصورات وغادي نختاروا أحسن تصور اللي غادي يتجاوب مع الواقع ديال الساحة ومع التاريخ ديالها ومع الجانب المعطيات التاريخية بالنسبة لسي مجاهد كان هضر على المراحيض وداخلين في القبابين غادي يكونوا ان شاء الله مراحل داخلين في المسارات السياحيه باش ما يمكنش دير السياحه وما عندكش فين يمشيو الناس تما هذه معطى نعم السي مجاهد غادي يكونوا دراسات في هذا الموضوع تيدخلوا السائح سات ايام ولا جوج لي سات ايام تيمشيو للمرحاض اللي كاينه في الهديم حاليا تنعرفوها بزاف تتكون عامره وكاين الناس اللي تيلتجؤوا تيمشيو للسور السماعيلي اللي هو واحد راكم عارفين التاريخ ديالو شنو تيسوى والسقاقي خلاص هذوك راه ما نهضروش غيكونوا دراسات في الموضوع هذا غادي مسائل تدرس وهاد المعطيات كلها غادي تهز من الواقع الحال ما غاديش نجيبوا شي افكار زعما من برا ولا شي حاجه غادي يكون مسائل باش كاين العدد ديال السواح العدد ديال السواح المرتقبين كاين عدد ديال المواطنين اللي كيستعملوا هذا كاين بزاف ديال المعطيات العلميه وعلى راسهم المرحاض اللي هي دار الوضوء ديال الجامع الكبير لحقاش الجامع الكبير ما فيهش دار الوضوء فيه غير الخصة فين تيتوضاو الناس الوضوء الصغير بالنسبة للاستنجاء وكذا عز الله السميع اللي حيا في الدين كاين هذاك كاين واحد المرحاض تما اللي هي واحد التاريخ عندها غريب وحتى المعلمين اللي خدموها الله يرحمهم ورحمة الله فيها الصنعة
بالخصوص السقف ديالها الناس تيعرفوه بمعنى الكلمه ان شاء الله. السلام عليكم. بالنسبه للسي برازي هضر على سي الغازي اسمح لي هضر على حي اكدال على باب حي اكدال باب حي اكدال غادي يدخل ان شاء الله في البرامج المقبله يعني ما يمكنش كل حاجه غادي تجيب وقتها باش كنت هضرت عليها. بالنسبه لعلي زيان هضر على المدينه الوسيطيه وعلى المدينه السلطانيه وعلى الاخذ بعين الاعتبار خاصيه المدينه وعلى قنطره دردوره اللي ما واخداش الحيز ديال الاهميه اللي كانت خاصها تاخذو. انا كنظن بان الاتفاقيه بعدا فاوليا مشات في الاتجاهين، مشات في اتجاه ديال تثمين المدينه الوسيطيه وكذلك المدينه السلطانيه لان هي اللي فيها المعالم المتميزه هذه بالطبع. يمكن شي نجي عاد نصلحوا ما نصلحوش باب مثلا قصر المنصور او هري السواني اللي راه في واحد الوضعيه اللي ما كتعجبش. هري السواني لما تدخل ما كاينش تدخل دابا مع داك الزلزال اللي كان داز في القرن السابع عشر ولا الثامن عشر، الزلزال كيسمو سيزم دو ليسبون، سيزم دو ليسبون كان أثر بزاف على المعالم وبقات من ديك الوقيته وهي في التهاوي. إذا خص واحد العملية بعدا ديال ترميم ما يوجد، ترميم لا ريستوراسيون أليدونتيك، لأن كاين واحد المسألة فلسفة الترميم اللي كاينة دابا هي احترام المعايير ديال لا ريستوراسيون أليدونتيك. الترميم بطريقة أصلية بحيث حتى بزاف ديال لي كوبارتي اللي داروهم الناس داروهم في واحد الوقيته في واحد الزمان ما بحال دابا كتلقى أوندوي فوق أوندوي، كتلقى الحيط فيه لوندوي ديالو أصلي وكتلقى تزاد عليه أوندوي، هذا كيتحيد، داك الجديد غيتحيد. غادي يمكن شي واحد ما يعجبهمش لأن ما غاديش نديرو با فير دي فوتوشوب، ما نديروش فوتوشوب نصاوبو داك الشيء نقيو، لا، لأن التاريخ خصك تحترمو. إلا شفتو داك الفيستيفال دو رير ديال مراكش نوراهم كتلقاو الحيط قديم، هذاك هو الخاصية، لأن ما خصكش خصك توقفو دعمو باش ما يطيحش، باش ما هذا تغطيلو الفوق ديالو باش ما يدخلوش الماء مثلا، ديرلو لامبيرميابيليزي، تعاونو ولكن ماشي تعاودو تضيعو، لأن هذيك غادي غير تضيعو ما غاديش تصاوبو. واش غاتصاوب دي زوندوي بحال داك الشيء اللي كان تاريخي في حد السلطان هذا ولا؟ إذا هاد المسألة هاد الخاصية وهذا الترميم سي كيسيون دو سبيسياليتي، هذا ذوي الاختصاص هما اللي غادي يبثوا في هاد المسائل وكيستشروا ماشي غير بوحدهم. بالنسبة للآليات اليونسكو والإيكوموس، هاد المؤسسات الدولية هما كيقوموا بشغالاتهم، كنتعاملوا مع الجامعات الدولية في مجال الترميم، الجامعات الإيطالية والإنجليزية والجامعة الأمريكية في بيروت والجامعات الأمريكية، كلهم كيجيو هذا كيستشروا كيجيو زعما افيك بوكو دو موديستي كيجيو كيقول لك اش كديروا هذا. حنا عندنا واحد الخاصية في مجال الترميم هو عندنا حنا البني بالتراب، هما لي زيطاليان ولي فرونسي داكشي كيبنوا بالحجر. اذا فاش كيجيو كيقولوا بقاو لنا هما كيديروا دوك لي تيرون، كيديروا لي تيرون كيجبدوا الحيوط لانهم دي بلوك ديال الحجر، عندهم خاصيه بحال لاركتيكتور غريك ولاركتيكتور فرونسيز ولاركتيكتور اون جينيرال اوروبيان. فاش كيجيو لعندنا هنا كنقول لهم فيدونا، الى فيدونا قولوا لنا كيفاش نديروا مع هاد الحيوط، دوك كاع جميع التقنيات اللي عندهم هما ماشي كاملين ولكن كاين واحد العدد ديال التقنيات لا تتلائم. اذا كيقول لك بدي اعتمدوا على راسكم ولا كانوا شي خبراء ولا شي حاجه كنتعاملوا معهم دي زيكسبير اللي كيهتموا بالشان ديال البناء بالمركز، لان التقنيه اللي كاينه في مكناس هي تقنيه جايه من الصحراء المركز الركز
التمركز عنده خاصيات ديالو عنده ما كي والتعامل معه تعامل خاص ما يمكنش تعامل معه بالمعايير ديال الأوروبية ما كيفهموش بزاف وما في هذا الشيء مع هذا الناس ذوي الاختصاص اللي مختصين عندهم في هذه المسألة ديال البناء بالزرع. بالنسبة للتدخل العاشر ديال السيدريس على التراث المادي والغير مادي والحكواتيين حنا غادي نوجدوا لكم لا بلاتفورم حنا نوجدوا ونحاولوا نطلبوا من الله ما نغلطوش معكم داكشي باش قال لك كيحسب بوحدو كيش يطلع حنا ما نحسبوش بوحدنا غادي نحسبوا معكم نستشروا معكم مزيان باش 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 ما نغلطوش معكم بلد آمن هذه هي اللي كتعطي الحلقة أول شيء كتعطيه للسائح لا السائح الوطني ولا السائح الأوروبي وبالتالي ما خصناش دائما نهملوا هذه الشريحة من المجتمع اللي هي كتعمل في هذا الإطار هذا وشكرا يا أستاذ إذن كنشكركم على سعة الخاطر وعلى الاهتمام اللي هذا واجب هذا واجب مدينتنا هذه خصنا نعتبروا نديروا مجهود ان شاء الله باش هذا الشيء ينجح وشكرا اذا مره اخرى باسم السيد رئيس غرفه الصناعه التقليديه كنحيوا بحراره الساده اعضاء الغرفه الصناعه التقليديه اللي شرفونا بحضور وكذلك ممثلي الجمعيات المجتمع المدني والساده العارضين وكنشكركم على الحضور وكنشكروا كذلك السيد المدير ديال لادير على هذا العرض القيم اذا موعدنا ان شاء الله مع الاحد في الصباح شكرا لكم الله يخليكم جرات العاده ان الصناع التقليديين كيقدم واحد التذكار للساده المحاضرين السيد الصانع التقليدي المتميز غادي يعطيك واحد التذكار بالمناسبه تفضل السلام عليكم كنشكر الاستاذ على هذه المعلومات اللي عطانا القيمه ديال الجمعيه ديال هوم وهذا وكنقدم هذه الهديه البسيطه باسم جميع الصناع اللي حضروا لهذه المحاضره باسم جميع الصناع كنهدي هذه رمز الدوره الرابعه لمعرض الخشب يعني الخشب ما يمكنش الانسان يتخلى عليه او يقول هذا راه ما غيبقاش في التاريخ ولا لا حنا اي دخلنا للديور تلقاو الخشب دخلنا للمساجد تلقاو الخشب دخلنا للقصور تلقاو الخشب فين ما مشينا تلقاو الخشب والخشب ما يمكنش زعما نتخلاو عليه او هو مصدر العيش ديال الصناعه التقليديه مصدر العيش ديال الصناعه التقليديه المصدر يبدأ من هنا من بين فروع شجرة شامخة قاومت السنين وبقيت شاهدة طيلة 800 عام على تعاقب حضارات وأقوام واليوم شجرة غورو تقول بفروعها الشاحبة أنا الحياة ومن هنا تنطلق قصة الخشب
القصة تبدأ من شجرة الأرز ولا غيرها، يعطي جمالية لكل أثاث رفيع أو سقف متعال أو نقوش متناثرة بين جدران القصور والمنازل، ولكل حرفة وإبداع مراحل دقيقة لا يتقنها إلا معلم عاشق للنقش على الخشب. عندنا مراحل في النقش، يعني عندنا مثلا تنقبطوا الخشبه مثلا هذا الخشب ديال الارز و يعني تندوزوا في الماكينه ويعني تنكحلوه وتندقوه وتنقلعوه، يعني باش كيساعدنا في الجماليه ديال تيعطي واحد الجماليه ديال جمال حقيقي تنبعث منه روح الأصالة وتشتم منه رائحة حب عميق بين هذا السكين أو موست كراش، وهي التقنية الوحيدة التي لا توجد إلا بمكناس. الأدوات اللي كاينة ومثلا بعد هذا اللي كنشتغلوا هنا، هذا هو الوحيد في المغرب الموس ديال تكراش اللي كيمتاز على في المغرب، هو هذا الموس، هو موس ديال تكراش. هذا يعني عنده واحد الميزه خاصه بالنسبه للصانع التقليدي ديال مكناس. هي العاصمة الإسماعيلية التي عرفت بصناعة الخشب الأصيلة من نقش وزواق وتخرام وغيرها من الأسماء الحرفية التي استلهمها المعلمين من حياتهم اليومية وأمثلتهم الشعبية وأيضا من وظيفة والهدف من كل قطعة. زواق على الخشب هو صنعة من الصناعة التقليدية اللي هو كيتمارس مثله مثل الخزاف، مثل هو متوارث على الأجداد من زمان. فلك رأي أنا كان في زمان كان تيتخدم في القصور في بلديات في الفيلات اللي هما لي كرون، ولحد الآن حنا كنحاولوا أن نعطيو شي تجديد في هذا التزواق باش يبقى قريب لكل واحد بإذن الله. ألوان تبحر بكل مقبل إلى عوالم تجمع بين الماضي والحاضر وتفتح أبواب الفضول المعرفي لما وراء هذه الزخارف، معانيها تأتي من عمق حضارات وثقافات غابرة وحاضرة، وهي لا تزال تستقطب محبين تملأ روحهم حب الحرفة. راه الطفل اللي عندك صغير راه خصك تشوف الميول ديالو فين، مجرد ما كينتقل عندنا ديك الساعة الشاب اللي هو بغي يتعلم كتشوف الميول ديالو فين، حتى لو أنه هو تجال تزواق وعنده ميول النقش كتحاول توجهه للنقش. من بعد الناس اللي بغاو حبوها تصنع حبوها هي كيحبوها تصنع وكيحبوها حتى بالأخلاق ديال المعلم. قد تأخذنا تحف الخشب الرفيعة من قطعة إلى أخرى، وبين ذاك وذاك نكتشف قصصا أخرى تقول بأن تحف اليوم ما هي إلا مستلزمات الأمس، كانت من الضروريات لكل امرأة ورجل تجمعهما الأصالة المغربية، لا استحمام دون أقباب خشبية تختلط بها رائحة